في موضوع لازم اتكلم فيه يا شباب طبعا عشان اريح ضميري، لان الاحباط خلاص خلاص وصل، ولازم ابعد عن الهوكي المصري فترة، لكن طبعا بلا استسلام بلا استسلام، وراجع تاني ان شاء الله، بس مش في الفترة دي، في اكيد يعني كام شهر كده. ف اسمحوا لي طبعا ان انا انسحب من على السوشيال ميديا، بس اوعدكم طبعا انا موجود لاي اسئله او اي استفسارات او اي خدمه انتوا عايزينها، انا تحت امركم. مفيش اي مشكله كبيره في مصر للاسف طبعا، انه تم تقسيم القاعده الجماهيريه الى فريقين او صفين، مع وضد، وبعد كده فوجئنا بانتقال هذه العدوى ايضا الى داخل المحافظات والانديه. شغل قديم جدا وللاسف عقيم، ولا يصلح لجذب اي مستثمر او سبونسر شيب او حتى قناه بث فضائي. جمهور الهوكي في مصر يتراوح عددهم تقريبا 4000 شخص تقريبا، الغالبيه العظمى منهم طبعا يراها البعض انهم سلبيين طيبين على نياتهم ولا يدخلون في صراعات، لكن الحقيقه طبعا اذكياء جدا ناجحون في صمت بحياتهم العمليه، ولديهم الاسره والبيت الاهتمام الاول ثم العمل ثانيا. ومهم ناس كتير منهم، ناس كتير لا تريد لاطفالهم ممارسه لعبه الهوكي لان عندهم احباط مزمن، ومنهم من فقد الامل. يعني انا قابلت منهم كتير واتكلمت مع ناس منهم كتير، فيهم طبعا ابن الاصول، فيهم الجدع الشهم، قابلت البسيط، قابلت المعقد، قابلت المتسلط والمتسلق، قابلت المظلوم، قابلت المتحفظ الذكي النابغة، قابلت اللي عامل عبيط، شفت العصفورة، عصفورة جاي يصطاد في الماء العجرة، وشفت الريكوردر ده، في بقى في ناس بتسجل، في ناس يكلمك في التليفون ويسجل المكالمة تقريبا، معرفش بيعمل بيها ايه، بس المهم ان هو يسجل المكالمة. وشفت المتهور، شفت الحلنجي، قابلت اللي واثق في نفسه زيادة عن اللزوم، قابلت اللي بيموتني من الضحك، ده طبعا هقول ده مين، ده كابتن مصر النجم الصقر، كلكم عارفينه طبعا، كابتن احمد وصفي، ده بيموتني من الضحك يا جماعة، ما اقدرش. ده بقى رضا عبد العال الهوكي المصري، لا لازم يشتغل محلل، لازم يشتغل محلل فني مع بلال، هيعملوا احلى شغل. يا جماعه كل دي مواصفات بتتواجد بنسب متفاوته في اي حد فينا، كل الناس عندهم الحاجات دي، بس طبعا بنسب متفاوته. لكن اطمنوا، دي حاجه انا متاكد منها، في مجموعه ممتازه جدا في مصر متفائله وعندهم علم متطور وغير محبطين، مش محبطين، بيحاربوا البيروقراطية والتسلط من أجل التطور، وإن شاء الله موفقين إن شاء الله.